السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية ياريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة اشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، اللهم أمين يا رب العالمين. وما تنسوناش من دعواتكم في هذه الأيام المباركة، ربنا يتقبل منا ومنكم، اللهم أمين. يبدأ بقى محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في ظل الحرب الشرسة والكلام والإشاعات والحقد والغل على النادي الأهلي في فترة الكل بيهري فيها من النادي الأهلي، والكل بيساوي النادي الأهلي بالفرق اللي بتهبط والفرق الفاشلة في الدوري وفاشلة في إفريقيا وفاشلة في كل شيء يعني، ودايما عاوزين يقللوا من النادي الاهلي، ويقول لك ان النادي الاهلي مثلا بيتجامل سواء من اتحاد الكوره او من التحكيم او من هذا الكلام. محمد سراج بيغرد بعيدا عن كل هذا الهري، وبيتكلم بمنتهى العقلانيه وبهدوء. قال لك من اسبوع كان تم من ريال مدريد بعت لي دعوه علشان احضر مباراه ليفربول وريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، وقتها لا الحاله النفسيه ولا الحاله المزاجيه ولا كانت تسبح بمثل هذا. طبعا بعد مباراه صدام ما تسمحش بهذا فاعتذرت. كان موجود نادي قادش احد ملاكه موجودين، وشفت الصور، وبرضه نادي قادش اعلن ده، وهنجيله النهارده برضه في الفيديو ده عن اعلان نادي قادش عن زياره احد ملاكه للنادي الاهلي. يعني قال لك نادي قادش قدم دعوة للنادي الأهلي إن فريق الناشئين بالنادي الأهلي يلعب في زي دورة ودية كده، بطولة للناشئين في مدريد يعني. لكن قال لك بعد استشارة مسؤولين في قطاعات الناشئين، قال لك الأمور صعبة يعني، في مباريات حاسمة لبطولة الجمهورية للناشئين، وفي ارتباطات، والأولاد هيسافروا ويكون في رمضان ويلعبهم مصيام، فاعتذرنا برضو بالشياكة كده للناس، وقلنا إن شاء الله تتعوض في وقت آخر. قال لك كل ده أبلغ رد على الناس اللي بتقلل من مكانة النادي الأهلي. النادي الأهلي موجود واسمه في أوروبا ما بين الأندية الكبيرة، وشفنا ده في الاستطلاعات الرأي اللي بتتعمل في كل الماركة وغيره والأكثر شعبية وكل ده. لكن للأسف الشديد الإعلام المصري ما بيشتغلش على هذا، ما بديش النادي الأهلي حق. قالك إيه ورسالة أخيرة للإعلام الرياضي المصري وخاصة بعض صفحات السوشيال ميديا، يا ريت يكون مشروعكم مبني على المصداقية في نقل الصورة كاملة وواضحة بدون اجتزاء تصريحات وبدون شرح واضح أو تدقيق. وبعد ده كلامه قبل كده كان اتكلموا عليه لما قال إن نادي ريال مدريد كان مبسوط بإنه هيلتقي بينا. قالك لقاء وضح هو على السوشيال ميديا زي نادي قادش النهارده برضو، قال لك تعاون ما بين النادي الاهلي. يا جماعه النادي الاهلي ما عندوش حد يكذب، واكذب ليه وانا مش محتاج اصلا؟ انا اي حد يتمنى انه يغطي اخبار النادي الاهلي، اي حد يتمنى ان في مداخله من عشان يعرف خبر عن النادي الاهلي، ما انا مش محتاج ان انا اكذب علشان اجمل صورتي. انا صورتي جميل، انا اجمل صوره في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي، مش محتاج اكذب يعني. لكن زي ما حضراتكم نادي قادش لكره القدم نشر من خلال حسابه الرسمي صوره لبن هاربرج احد ملاك نادي قادش مع محمد سراج للنادي الاهلي، اعلن عنه الخبر. كانت زياره بن هاربرج واسرته، كان بيرافقه محمد سراج يعني. قال لك ايه نادي قادش يعني التقى الشريك المالك في نادي قادش بن هاربرج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مهندس محمد سراج المدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي خلال زيارته للقاهرة، ويتطلع الطرفان للتعاون في المستقبل. وقال لك بقى يتطلع كل الفريقين إلى التعاون المستقبلي بما في ذلك تنظيم مباراة ودية للفريق الأول للرجال والسيدات، التعاون فيما يتعلق بمنصات السوشيال ميديا بين الناديين، إتاحة الفرصة للاعبين المصريين للاحتراف في الأندية الأسبانية، لتبادل الخبرات والزيارات الخاصة لفريق الناشئين. ويجي واحد يقول لك هنا بقالهم 60 سنة وفاكرين نفسهم دولة وفاكرين نفسهم مصر، وهم مش مصر وإحنا قلبنا مش قلبك مع الكلام ده. والعلاقه ما بيننا وما بين الانديه الاسبانيه مش جديد، لعبنا مع ريال مدريد، لعبنا مع برشلونه، لعب
وكمان من مباراه القرن الاهلي وريال مدريد، والخطابات والعلاقات متبادله ما بيننا وما بين مسؤولي ريال مدريد. عندنا علاقته جيده بالانديه الكبيره، فوق اصحوا بتشوفوا تكلموا عن مين يعني. من غرائب وطرائف كره القدم المصريه، في مباراه الاسماعيلي وغزل المحله كان فيه مفروض يعني قبل المباراة يتم عمل دي أحداث كده على روح مشجع أو كبير مشجعي نادي غزل المحلة، فالحكم صاهين أو الحكم نسي أو الحكم مع بداية الشوط الثاني على ما افتكر بعد 45 دقيقة ولا 60 دقيقة بالاستراحة قال لك نعمل وقفة دقيقة وقفة. المفروض قبل المباراة مش ما بين الشوطين يعني، الراجل ما ماتش بين الشوطين، ربنا يرحمه ويغفر له، اللهم أمين يا رب العالمين. في الوقت اللي النادي الأهلي بيعاني أشد المعاناة سواء من فتح الاستاد على ساعته الكامله لحضور الجماهير، او هنلعب على استاد القاهره ومره يقول لك ومره يقول لك الصيانه، او حتى مباراه المصري في كاس الرابطه للنادي الاهلي. قلت لحضراتكم النهارده صباحا، قلت لحضراتكم هذا في فيديو صباحا، النادي الاهلي خلاص نهى قرار نهائي مش هيلعب في كاس الرابطه، مفيش عقوبات يعني. لكن زي ما بقول لحضراتكم، قلت اول امس ان الاتحاد السوداني او الهلال السوداني بيطلب تاجيل مباراتين قبل مباراه النادي الاهلي. النهارده الاتحاد السوداني وافق على تأجيل مباراتي نادي شندي والأهلي والأهلي مر، دول مباراتين يعني كان المفروض نادي شندي والأهلي مروة ولا مش عارف اسمه ايه، كان المفروض هيلعبوا أمام مباراة النادي الأهلي. تقدم طلب انهم يأجلوا المباراتين، وبالفعل الاتحاد السوداني أجل للهلال، آسف، أجل للهلال المباراة يعني. وبمناسبة الهلال، والله الإعلام السوداني ده بيقدم تحديدا إعلام نادي الهلال بيقدم كوميديا. ناس ما صدقت، فاكرين كده أنا مش مصدق، أنا إلا كبار لازم أخبط مع الكبير عشان أبقى كبير. هم فاهمين غلط إن أنا أوصل أبقى مين. أنت مين يا عم؟ احترامنا ليك، لكن تاريخك لا يقارن بالنادي الأهلي. أنت محتاج سنوات ضوئية. النادي لو الاهلي قعد وحط رجل على رجل من غير ما يشارك في البطولات عمرك ما هتوصل ليه، برضه مش هتوصل لبطولات. الاعلام جريده ولا موقع اسمه كون، حتى مش يعني كون، فضلت ادور يعني ايه كون دي؟ هل كون مثلا، هل ايه كون دي؟ فاتضح ان كون يعني جون، جول يعني هدف. كون لما يجي يقول لك انت بتيجي تقول جول والدنيا بقى جول جول، هو يقول كون كون. ما فما احترامنا ليهم وكون بتاعهم يعني، موقع اسمه جون ولا صحيفه اسمها جون. الاهلي يتهرب من الهلال، لا يا جدع، وانت جامد قوي الكل بيتهرب منك، وانت تاريخك في القاره ليك صولات وجولات يعني. طبعا هجم استقليل من، لكن الاعلام السخيف بتاع الهلال مش تقليل من النادي، النادي له كل التقدير والاحترام، لكن الاعلام بالجمهور بالاداره فعلا لايقين على بعض. شوف بيقول لك ايه، مجلس الاهلاويه يطلب من كاف تاجيل المواجهه المصيريه، رعب في القاهره من الهلال والداخليه تتدخل، الاهلي يطلب بتواجد جماهيري غير مسبوق، في لوران يشكو. بيقول لك الاهلي بيتهرب من الهلال، مجلس الاهلاويه يطلب المباراه لحد دلوقتي ما احناش عارفين هتلعب يوم 31 ولا 1 ولا 1 ابريل، بنقول للكاف اجلها خليها يوم 1 ابريل عشان اللعيبه هترجع لنا مباريات. رعب ايه رعب كده؟ ما هي 31 يا 1، انا بختار بقول هلعب يوم واحد، انت يطلب من الكاف التاجيل ورعب في القاهره. مرعوبين يا جدع، ده احنا بنقول لو ما غلبناكوش 3 4 يبقى اللعيبه بتاعتنا ما تستاهلش، يبقى اللعيبه بتاعتنا دي اي كلام، يبقى ده الرعب. لما اقول انا هكسبك 3 4 مستريح يبقى انا كده مرعوب خايف منك يعني. يا ربنا لك زي اقول لحضراتكم، كله لايق، الاعلام بالجمهور بالإدارة لايقين على بعض يعني. كهربا النهاردة انضم لمعسكر منتخب مصر، النهاردة كان بداية المعسكر وكان في استقباله روي فيتوريا، واتنشرت صورة لكهربا مع روي فيتوريا وجهازه المعاون والمترجم، دي أشعلت النار تاني. كهربا اليومين دول تخصص إشعال النيران قبل ما يطفيها قبل رمضان يعني، كهربا مولعها مولعها مولعها. طبعا المنتخب معسكر النهاردة عندنا مباراة يوم 24 بنسبة كبيرة، بما ان قال لك الاهلي هيلعب في استاد القاهرة، مباراة 24 هتلعب في استاد القاهرة، كان بيقول لك طلبوا من الاتحاد لهم على مباراة الدفاع الجوي، لكن الاقرب انها تلعب على استاد القاهرة، وبعد المباراة هيسافروا يوم 26 الى ملاوي لمباراة العودة يوم 28. كل التوفيق لمنتخب مصر
إن شاء الله. تقارير صحفية اتكلمت على انطرحت أسماء الحكام اللي هيكونوا متواجدين في دور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، سواء في بطولة دوري الأبطال أو الكونفدرالية، ولم يتواجد لا اسم إبراهيم نور الدين ولا اسم محمود البنا ولا بكاري جسامة، اللي موجودين في مصر محمد معروف وأمين عمر. كويس إن تم استبعاد بكاري جسامة، بس إن شاء الله بإذن الله نتأهل ونكسب فرق الهلال، فرق كبير، كل واحد يعرف حجمه الطبيعي في الملعب. كلام كتير في الساعات الماضية حول وجود عقوبات على طاهر محمد طاهر وطاهر سافر، والبعض من جمهور النادي الأهلي غاضب، وللأسف الشديد محدش بيحاول يدور على الحقيقة، وكله بيعب. طبعا لما لاعب يكون بعد مباراة سان داونز وداخلين على مباراة مهمة زي الهلال، والمدير الفني يرفض المشاركة في كأس الرابطة بداعي المفروض اللاعب تاخد راحة، وهو بتلاقي خبر طالع لك طاهر محمد طاهر بيسافر الإمارات علشان يلعب مباراة خماسي هناك ممكن يتصاب فيها وبتاع، فانت كواحد مش لازم تاخد ايه اللاعب المستهتر ده، ايه اللي بيحصل، ايه اللي مش عارف. لكن بكل بساطة كده مفيش حاجة، المشكلة ان مفيش مشكلة، زي ما كان بيقول محمد صبحي في فارس بلا جواد يعني هو صغير، يعني مشكلة ان مفيش مشكلة، ولو في مشكلة حلها مش مشكلة يعني. فطاهر كان رفقة محمد الشناوي وكان موجود معهم نصوحي في الامارات. الانباء الصادرة ان مفيش عقوبات على طاهر من النادي الاهلي، الانباء الصادرة من النادي مفيش عقوبات على طاهر. طب ليه؟ قال لك طاهر اساسا كان مسافر الامارات هو محمد الشناوي باذن من النادي الاهلي، بعلم النادي الاهلي، معرفة النادي الاهلي، لان الموضوع مش موضوع مباراة خماسي، هو الراجل رايح يعمل اعلان وكان متعاقد على هذا الاعلان بعلم النادي الاهلي، بمعرفة النادي الاهلي، فالراجل راح يصور الاعلان، يعني الراجل مفيش اي مشكلة نهائي. لكن البعض بيحاول يصور ان في مشكلة ان النادي الاهلي قبل مباريات مهمة، مباراة الهلال، بعد عايز يهيج الجمهور على اللعيبة، لكن ببساطة مفيش اي حاجة على بلاطة. بالنسبة لأسامة نبيه قال لك قراري لا رجعة فيه، أسامة نبيه قراري لا رجعة فيه، بنقول شاعر احنا النهاردة ولا ايه يا سعادة البي؟ قال لك الزمالك ظروفه صعبة والفريق وكل حاجة ما بتساعدش على النجاح والكل عارف الأسباب، وأنا برفض التهامي. طب ما أنت يا عمنا اللي قلت وطلعت مع مرتضى، أنا لو يوسف ابني وجاي لي الفرصة أقول له بالسلام. إمام عاشور لما إمام قال لك إيه رأيك ومرتضى قال لك إيه رأيك، خد رأيك وقول السلام. القصة قصة جيزفالدو، أنا كنت قاعد أنت وهو بتضحكوا، القصة ما فيش تفاهم، ما أنت كنت بتضحك وهو شغال، ما أنتوا قاعدين مع بعض وماسك الورقة وبتحكي له يعني. لكن كده ولا أنت تقصد مرتضى بقى ومجلس الإدارة وأمير، ولما أمير ومرتضى مثلا لو بعدوا عن نادي الزمالك هتقول الناس دي عندها كلام، ولا أقول يا سيدي زي قناة نادي الزمالك زي وهدان زي طارق ولا اسمه خالد لطيف بيقولوا أي كلام وعكسه، ها دونت ميكس كل حاجة والعكس هتلاقيها في نادي الزمالك على شكل كوميكس. ليه بقى؟ قناة نادي الزمالك بالأمس كريم أبو حسين يقول لك إيه يا جماعة إحنا عندنا مشكلة، العقود المتسربة دي من نادي الزمالك في موظفة في أحد لجان وزارة الشباب والرياضة سربتها من جوه النادي علشان تعمل زعزعة وزارة الشباب والرياضة، كل نازل هبد الزمالكوية وهجوم على وزير الشباب والرياضة عشان هو يستحق لأنه كان سندهم ودعمهم. قال لك المعلومة التانية بقى اللي عايزين يقولها للجمهور، إن العقود المسربة دي من جوه النادي مضروبة مش حقيقية. يبقى انت بتتهم واحد انها سربتها وفي نفس الوقت مش حقيقيه، يبقى الاتهام الاولاني مفيش اتهام اساسا، يبقى مفيش اتهام، ازاي تكون جوه النادي وسرب؟ الناس دي يا جدعان اقسم تعبنا معاهم من كم التناقض، لكن يا بخت اللي جمهوره عنده جمهور بيصدق اي حاجه تتقال. يعني جيزفالدو فيريرا والكلام النهائي الزمالك على عرض عليه عرض، هل هيوافق او مش هيوافق؟ دي بتاع جيزفالدو، ايه العرض اللي هنعمل لك حفله يا باشا ونكرمك كانك وانت مع شوخ البتاع وحاولوا يثبتوه بكلمتين. طب في سبيل ايه ان انت تتنازل بقى عن الشرط الشاطر الجزائي مثلا لنهايه عدك او ثلاث شهور، تاخد شهر واحد بس يعني، ها وتاخد مستحقاتك. فانا اعتقد هنشوف هل جيزفالدو فيريرا هيوافق، راجل داخل على مراحل عمره السنيه واعتقد مش هيدرب تاني، فعايز جرشينات يامن بيه الباقي من حياته يعني سننتظر ونرى. نادي الزمالك ايضا بيتخذ قرار قوي بعد تسريب العقود وحالة الغضب الجماهيري من قبل بعد التعاقد مع لعيبة لم تضيف بمبالغ كبيرة زي شلبي زي دونجا زي عمر جابر وغيرهم يعني. فقالك بعد الإخفاق في دوري الأبطال قالك مجلس إدارة نادي الزمالك هيوقع عقوبة على لعيبة خصم 25% من عقودهم. مش بس كده، قالك قرار بتجميد دونجا وشلبي واللاعب عمر جابر والسيسي عمرو السيسي، هيقرروا تجميدهم لنهاية مش هيلعبوا علشان إيه ما ياخدوش نسبة 25% الأخرى، ويبقى كده وفروا
الجرشينات يعني. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته. أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.